بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. يسر قناة تناقر التماتم أن تقدم لحضراتكم أحد هداياها، وهو موقعين من المواقع المميزة التي تستخدم في جعل الصور الفوتوغرافية ترقص بشكل مضحك أونلاين. البعض هيسألني سؤال جميل جدا، طب أنا هستفاد إيه؟ هستفاد واحد، إن في متعة في عملية المشاهده، ان صورتك تتوضع على صوره متحركه بترقص بطريقه معينه، دي في حد ذاتها متعه كبيره جدا مع اختيار الموسيقى اللازمه. الحاجه الثانيه انك تقدر تقوم بتسجيلها وتصويرها عن طريق برامج تصوير سطح المكتب زي الكامتازيا وغيرها. دائما وابدا بنستقبل ارائكم واقتراحاتكم على قناتنا، قناه قناه يوتيوب، قناه النجار التعليمي على www.youtube.com/mr-النجار او المواقع والميدانات التي نشرف عليه. اسفل هذا الفيديو سوف تجدون روابط للموقعين اللي هنستخدمهم في شرح اليوم. تعالوا ننتقل للجزء دول الرابطين، رابط لموقع اسمه جيب جاب ورابط لموقع اسمه ذا اجلي دانس. تعالوا بينا ننتقل الى الموقع الاول. الموقع الاول هيكون قدامك رابطين، ادي رابطين نقوم بالمفترض انك هتضغط اسفل هذا الفيديو هتجد هذه الروابط، رابط خاص بالاد يوم ورابط خاص بالاد فلاي. هنبدا نجربها على عجاله وبعدين نبدا ندخل على الموقع الاخر. بتكون مجهز الصوره اللي انت عايز تستخدمها كمثال من خلال الاد يوم والاد فلاي. هيبدا يظهر التايمر او الكاونتر ويبدا يعد 5 4 3 2 الى 0، ثم في زر اسمه سكيب اد او تخطي الاعلانات تضغط عليه. لو انت بتتعامل مع الاد يوم هتظهر نافذه دعايه واعلان، اضغط على نافذه دعايه واعلان واغلقها واغلقها، هتلاحظ انه هيتم الانتقال مباشره الى هذا الموقع. ادي بدا هنا العداد. لو انت بتتعامل مع الاد فلاي هيبدا العداد يعد 5 ثواني 4 ثواني لحد ما يوصل لصفر. اول ما تضغط تخطي الاعلانات هينقلك مباشره الى الموقع. تعالوا هنا نتعامل مع مثلا الاد يوم. هضغط على اسكيب اد اهوت وتظهر هذه النافذه. خليني اركز مع حضراتكم على هذا الموقع اللي هو الاد فلاي. دخلنا ضغطنا، بعد ما ضغطنا على الاد يوم هيبدا ينتقل الى الموقع الخاص بعمليه تحريك الصور بشكل جميل. هتبدا تظهر النافذه دي، بتبدا انت تختار التبويب المناسب وادي بعض الاشكال اهيت، سواء كان الهالوين او البرسوداي او الميوزك فيديو او الدانس او الاول. انا هضغط نهوت على جيت ستارت او تحرك وتختار مشاهده الكل، ادي جيت ستارت. ثم بعد ذلك هتظهر لي نافذه، من خلال هذه النافذه هقدر ارفع الصوره اللي هتقوم بعمليه الحركه مع حضراتكم. نضغط كده ونشوف، ادي جيت ستارت. هننتظر ثواني هيبدا يفتح لنا نافذه او شاشه على هذا النحو، فيها زر اسمه ابلود فوتو. هنقوم برفع الصوره ثم نشوف الحركه الخاصه بينا. موقع جميل جدا وفي كاتيجوريز كتير جدا تقدر من خلاله تضيف العديد من المناسبات. اهوت نبدا هنا اهوت، هل الصوره من الكاميرا؟ هل الصوره من الفيسبوك؟ لو الصوره على الجهاز هضغط ابلود فوتو. بعد ما اخترنا الشكل اللي احنا عايزين نركب عليه الصوره، ثم بعد ذلك هبدا اضيف الصوره على هذا النحو. اكون مجهز الصوره وانتظر الى ان يتم تحميل هذه الصوره. هذه هي الصورة، لو عايز تحمل صورة أخرى تضغط على another photo، ثم هقول له يوز ذيس فوتو، استخدم هذه الصورة، ثم أبدأ في السكيل أقلل حجم الصورة عشان الوجه، وأعمل عملية ضبط بالنسبة للوجه على هذا النحو، تقدر تعمل انعكاس روتيت، ثم أضغط على نكست، ثم بعد ذلك أقوم بعملية التظبيط، هو عامل لك معاينة أهوت، يبقى أهوت هنبدأ ننزل لي كده بالنسبة للفم، لازم تقوم ضبط الفم على هذا النحو، وديت هننزلها الى المنتصف زي ما احنا شايفين، وديت هننزلها لاسفل بهذا الوضع، ونرجع تاني نبدا نظبط بالطريقه دي كده اهيت مع حضراتكم. خلاص ظبطت وتاكدت منه، اضغط على نيكست. هيبدا دلوقتي يوريني هذه الصوره اللي هستخدمها داخل العمل الفني اللي بيتم من خلاله الحركه اللي متركب عليها صوت. زي ما احنا شايفين يبدا يظهر هذا الشكل، اقوم بتحريك الصوره نشوف كده مع بعض. انا هاخد اشكال متعدده
زي ما حضراتكم شايفين اهيت اهيت. نشوف كده قدرنا ان احنا نستخدمها بهذا الشكل. ثم هقول له دن، نضغط على دن، هيبدا يشتغل قدام حضراتكم. البعض هيسالني سؤال جميل جدا، طيب انا عايز استفاد بيها، اقول لك اشترك في هذا الموقع، بس الاشتراك مش هيكون مجاني، الاشتراك هيكون بفلوس. هتشاهد لمده ثواني معدوده بعد ما ركبت الصوره، وهتشوف الحركه معاك، ولو عايز تكتب نص بيتكتب النص. هننتظر، ده عمليه التحميل، هيبدا يشتغل قدام حضراتكم. يا ريت نتابع نشوف كده، نشوف بقى الصور، شوف الصور، شوف الحركه، شوف الجمال، حاجه مميزه جدا وممتازه. لكن على اساس تقدر تستفاد منها لازم تكون عضو في هذا الموقع، ويكون في رسوم سواء كان شهريه او سنويه. انا هضغط على دن، موقع مميز جدا، بس بيتطلب انك للاستفاده الكامله منه انك تدفع فلوس بالفيزا كارت. طيب بعد ذلك هتقول لي والله انا عايز اعمل حاجه تانية، اقول لك ممكن تشارك هذا العمل عن طريق انك تتصل بالفيسبوك، او عن طريق انك تنشئ حساب خاص بيك، وادي اهيت. وممكن هذه الصوره او العمل الفني انك تحفظها على سطح المكتب، تضغط كليك يمين وتعمل حفظ الصوره باسم، تم حفظها على سطح المكتب. ده واحد من المواقع. تعالوا بينا ننتقل الى الموقع الاخر. الموقع الاخر هو هذا الموقع الراقص، ان في صوره، الصوره ديت هتبقى صوره راقصه، نشوفها كده مع حضراتكم، سواء برضو الاد يوم او الاد فلاي بنفس الطريقه. انك انت هتضغط اسفل هذا الفيديو، هتجد هذه الروابط اللي من خلالها هتقدر تحدد بالظبط انت عايز ايه. هنخش دلوقتي في موقع جديد من خلال هذا الموقع، سواء عن طريق الاد يوم او الاد فلاي، انت حر في اختيار ما يناسبك حسب سرعه النت. انا هركز على الاد يوم، هركز على الاد يوم. اي موقع من الموقعين هيكون في كاونتر، كاونتر هيعد 5 ثواني، بعد ال5 ثواني تضغط على سكيب اد او تجاوز او تخطي الاعلانات. ثم لو انت بتتعامل مع الاد يوم هينقلك لصفحه فرعيه، قوم باغلاقها وارجع تاني للاد يوم، هيدخلك مباشره على الموقع. هيبدا هنا العداد مع حضراتكم، ادي 5، ثم بعد ذلك يبدا 4 3 2 1 0، ثم هتضغط على اسكيب اد، هتظهر عند الضغط عليها هيفتح لي الصفحه، صفحه فرعيه كدعايه واعلان، اقوم باغلاقها، هرجع تاني لهذه الصفحه، هيقوم بيدخلنا على الموقع. ادي اسكيب اد، ده ادي الصفحه اهي، هقوم بغلقها، هرجع تاني، هلاحظ انه ادخلني على الموقع. بعد ما دخلنا على الموقع يا ريت نحاول نركز في هذا الموقع المميز اللي هيعجبكم كتير جدا جدا من خلال الحركات الموجوده فيه. موقع بسيط وسهل، نشوف كده، ده بعض الزملاء على مستوى العالم او بتركيب صورتهم بهذا النحو. انت عايز تركب صورتك هتضغط على ايه؟ على كرييت، اضغط على كرييت، من كرييت تضغط على براوز، ومن براوز هتبدا تختار الصوره الموجوده على سطح المكتب، ونقول له اوبن، ثم بعد ذلك تقول له ابلود. نشوف كده مع حضراتكم، هيتم اضافه هذه الصوره، ابلود. قال لك هي الصوره ديت، قوم ظبط، قوم عمليه ضبط بالنسبه للوجه على هذا النحو، ثم اضغط على اوكي. بعد ضبط الوجه هتلاحظوا ان الصوره اتغيرت بالفعل قدام حضراتكم اهوت، هقول له اوكي. لو عايز تحفظ هتحفظها باسم داخل هذا العمل الفني، تحفظها باي اسم داخل الموقع. هتقول لي عايز استفاد بيها، هقول لك تستفاد بيها عن طريق برامج حفظ الشاشه زي اشهر من كامتازيا، وبعدين هقول له سيف. كده اتحفظ داخل هذا الموقع، هيبدا يديهولي دلوقتي، يظهر قدامك كده بالحركه، تقدر تغير نوع الحركه الخاصه بيه، نقدر نغير اللبس، نقدر نغير كل حاجه. شوف كده مع حضراتكم، ببدا اجرب استايلات كتيره. اتمنى ان اكون وفقت في شرح الموقعين دول، ودول من اجمل المواقع التي تستخدم لجعل الصور صور راقصه بشكل مضحك اونلاين. تقبلت تحياتي، انا طارق نجار، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.